ازيكم يا حلوين، جيت لكم في فيديو جديد. لو انتوا لسه اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي، انزلوا حالا اشتركوا فيها، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. نبدا زي ما تقولنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا رب؟ كلكم كده تكونوا في خير يا رب. عايزاكم بقى وانتوا معايا كده في الفيديو، قبل ما نبتدي عايزه كل حد معايا في القناه وانت بتتفرج على الفيديو كده حط لي لايك على الفيديو ده، اللي هيفرق معايا جدا يا جماعه، وهتشجعوني، وكل ما هشوف لايكاتكم كل ما هتحمس. فلو كل حد فيكم بيتفرج على الفيديو حط لايك، مش هتخسروا اي حاجه خالص، فحط لي لايك على الفيديو ده. يلا بينا بقى نبتدي. طبعا انا قلت لكم ان انا الفيديو اللي فات هقسمه لكم على سلسلتين، لاني الفيديو يا جماعه كان مليان حاجات، فما كانش هينفع ان انا احمله مره واحده. اول حاجه الوقت بتاع القناه هيبقى طويل قوي، وهفضل بقى اسجل كتير 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 كده، فانا قلت بصراحه ان انا هقسم لكم من الفيديو ده احسن. فنستعيذ كده بالله من الشيطان الرجيم، ونستغفر الله كده، ونقول يلا بينا. ولو وراكي حاجه عايزاكي كده تشغلي الفيديو حواليكي، ما تقعديش تتفرجي عليا بس، وتقومي تشغلي وتقومي تعملي اللي عليكي. انا اول حاجه عملتها رصيت المواعين اللي كنت غسلها معاكم في الفيديو اللي فات، علشان خاطر انا لسه عندي بقى مواعين عماله اطلعها من التلاجه وحاجات تقابلني، فانا بصراحه كنت عايزه ان انا اخلص من مواعين اهم حاجه، عشان كل ما بخلص من مواعين بحس بصراحه ان انا خلصت من هم كبير قوي عليا، فكان اهم حاجه عندي ان انا اخلص من كل المواعين دي. كان عندي بقى حاجات في التلاجة فضيتها، شفتوا طبعا انتوا في الفيديو اللي فات، واللي ما شافش الفيديو اللي فات يا ريت تروحي تشوفيه، لان الفيديو اللي فات هو تكمله الفيديو ده، فهيفرق معاكي وهتشوفي التغيير فرق قد ايه، وهتبقي عارفه انا تعبت ازاي. المهم بقى كان عندي اكل التلاجة بصراحه كنت سايباه، فلقيته باظ، فقلت خلاص بقى هستغنى عنه ورميته. والعلب دي بتاعت الخزين كانت فضيت عندي، فقلت برضه هغسلها واشيلها نظيفه، مش هسيب حاجه مش في مكانها، لاني انا بصراحه بخاف من حوار الصوص ده اللي انا حكيت لكم عنه، وكمان انا برش كتير قوي، فدايما ببقى احب ان انا لو حاجه قدامي قريبه مثلا من درفه مطبخ، او حاسه ان انا داخل لها رشه او حاجه، برضه بحب ان انا اشطفها عشان لين كمان. فابتديت بقى ان انا اغسل، وكنت بقى عايزه اجيب زبده، عايزه اجيب حته البيت هنا. الناس اللي تقولي بس ما انت مش قاعده هنا عشان تجيبي هنا، بصوا يا جماعه انا بحب دايما بيتي يبقى فيه حاجات، اي نعم ما بقتش اجيب حاجه زي الاول، بس لازم مثلا السمنه والزيت دول يكونوا عندي دايما، لان احنا بنيجي مش ما بنجيش بيتنا، يعني بنيجي بيتنا، فانا عايزه مثلا السمنه والزيت يكونوا موجودين، سكر شاي قهوه يكونوا موجودين، فاهميني، رز مثلا على الاقل حاجه مثلا كيلو موجود، كيلو مكرونه، الكلام ده كله، لان هي بتفرق، الموضوع بيفرق معايا انا كبسمه، لان انا طبعا معايا ليان ربنا يحفظها لي يا رب، فاكيد مش هفضل طول الوقت ان انا اقدر انزل اشتري الحاجات دي. انا كيكه اصلا يا جماعه، يعني يا ربنا يديها الصحه يا رب، الحارسه بتاعه العماره، يعني الحارس بتاع العماره مراته يعني دايما بتساعدني بصراحه، هي وبنتها لما بكون عايزه طلبات او اي حاجه، فهي ما بتاخرش عني خالص، تقولي اللي انت عايزاه اجيبهولك، بس بيبقى في شويه طلبات كده هي مثلا تعرف تجيبها كل حاجه، بس انا مثلا في نوع كذا بقى احب اجيبه، فاكيد مثلا مش هفضل بقى اقول لها في انواع كذا واتشرف وكده، فاللي انا ببقى حاسه ان هي تقدر تجيبهولي بخليها تساعدني فيه، واللي مش ببقى حاسه ان هي تقدر تجيبولي فبقى عايزه انزل. فدايما بحب يكون عندي الحاجات بزياده في البيت، بس حتى لو مثلا هتكفيني يوم او يومين، بس في حاجات في بيتي عشان خاطر انا اكيد مش هبقى قادره انزل زي الاول اجيب حاجتي عشان ليين، بس كده كمان الجو هيبدا يسقع، فلازم يبقى في حاجات في بيتنا كده. المهم بقى انا ابتديت ان انا اشطف المواعين واغسلها كده، والصابون ده يا جماعه اللي انا كنت عاملاه معاكم، انا فين عارفه ان في ناس طلبته مني كتير، بس انا يا جماعه كنت واخده من ماما، يعني لما عملته عندها حبه حلوين ولسه متبقي منه من غير الازازه دي، ازازه تانيه هعملها. فانا بصراحه عشان خاطر كان لسه كان عندي بزياده، وكان عندي كيس برضو كنت مشتريها قبل كده، فما رضيتش اعمل بزياده انه عشان ما يقطعش، عشان الصابون يا جماعه لما بيقعد فتره طويله بيقطع، فانا بصراحه ما رضيتش ان انا اعمل كده عشان ما يقطعش ويبوظ، علشان كده انا ما عملتش معاكم كل ده الصابون، بس ان شاء الله المره الجايه لما هرجع الشقه من السفر ناويه باذن الله ان انا هعمله معاكم وكده، وهعمل معاكم بقى اوضه المعيشه، لان انا حابه اوضه المعيشه بقى امسكها اغسل الركنه كلها وننزل الستاير وانضف بيوت النور ونمسك المكتبه كده وندعكها، فهيبقى عندنا شغل كتير في اوضه المعيشه. فمن ضمن الفيديو ده ان شاء الله ان انا هقوم مصورها معاكم طريقه الصابون. تمام كده يا جماعه. المهم بقى ايه، جيت كده عايزه لكم الكاميرا قلب، بس عدلتها وما قطعتش الحته دي ومش هقطع. جيت بقى كده بعد ما خلصت الجزء بتاع الرقم التاني ده كده زي ما انتوا شايفين، جيت بقى فوق الفرن اشوف بقى الحاجات اللي انا كنت حاطه تحف ومش عارفه بقى في دواء بتاع ليان، خلاص ده انا اصلا استغنيت عنه ورميته، لان انا الدكتور قال لي اي دواء يا بسمه بتستخدميه ليان يا ريت اخره اسبوعين، فانا طبعا ما كنتش بعمل كده خالص بصراحه، فالمعلومه دي عرفتها من الدكتور، هو قال لي اي دواء حتى الفيتامين، علاج برد، علاج كحه، اي حاجه اي علاج بتديه لليان الدكتور قال لي هو اخره اسبوعين بس فقط لا غير، ما تحطيش دواء
هو في التلاجة فتقولي لا انا اديها منه وكده. قالي بيبقى خلاص هو اتفسد من بداية ما بتفتحيه، فبعد كده اي علاج ليان هو اخره معاكي اسبوعين. حتى يا جماعة انا في مرة كنت تعبانة، فخدت يعني كنت عندي سخونية وكده وتعبانة، وستيل اللي هو بتاع الاطفال ده معروف ان هو مسكن وخافض للحراره، فبصراحه رحت واخده من ستيل بتاع العين. فاول مره دي خدتها، فجيت مره برضو تاني كنت عند ماما لما كانت في العمره كده، فتعبت برضو، فلقيت ستيل عند ماما كده، كان يعني لسه موجوده عند ماما، فقلت هاخد منه. فروحت ماسكه القطره منقطه بقي، لقيته اول حاجه فاصل، تاني حاجه ممرر عن المره الاولانيه. رحت بقى طالبه واحده من الصيدليه، ودقت ده ودقت ده، عرفت ان هو فعلا بيبقى فسد. فخلي بالكم من حاجات من الحوار ده يا جماعه عشان بيفرق قوي. واللبن بتاع الاطفال مده صلاحيته من بدايه ما يتفتح شهر، فدي برضو انا عرفتها من الدكتور ومكتوبه على العلبه ان مده صلاحيه اللبن من بدايه فتحه يا جماعه، عشان الناس ما تروحش تقول ايه في الصيدليه ده في شهر 10 وجوه هي في شهر 11 ويبقى صلاحيته لسه تنتهي السنه الجايه. دي اللبن صلاحيته بتبتدي معاكي شهر من بدايه ما بتفتحي العلبه بتاعتك، تمام كده. المهم بقى كل حاجة على الرخامة كده مسحتها، وكنت بقى بطلق مية وبزق كده بالمساحة، وهغسل برضو بالاسبونش الرخامة بتاعتي، وبزق بالمساحة دي كده على الأرض كده كده. الأرض برضو هندعكها مع بعض بالصابون والمقشة، وبعد كده هنمسحها بالاسمها دي يا رب الشرشوبة. فاليوم ده كمان تعبت جدا، وانا نمت بقى حسيت ان انا جسمي ده كله متلج، عارفين رجلي عبارة عن لوح تلج، فكنت سقعانة قوي. واصلا نمت انا اصلا، حتى انا صحيت مرة واحدة كده اتخضيت من النوم، انا نمت والنور بتاع الاوضة يعني مفتوح، والموبايل مرمي جنبي، وازازة المية كنت بشرب منها مقفلتش الغطا، فحطيتها على الكوموزينو وحاطة الغطا جنبها جنبي من كتر ما انا تعبت. فلما صحيت من النوم، فاللي هو انا صاحية يعني مذهلة كده، اللي هو ايه ايه ده، انا نمت وصحيت امتى ونمت ازاي ومش فاكرة اي حاجة يعني. فبجد كان ربنا يقويني اليوم ده. انا اصلا يعني ما استكفيتش كده، بس انا كنت بطلع لدوم شتا، وكنت بروق اوضه الاطفال بتاعت ليان، مسكتها وقتها وفرشتها. وعايزه اقول لكم ان انا صورت معاها، صورتها معاكم، واضطريت ان انا امسح الفيديو بسبب مساحه عندي في الموبايل. فانا كده كده ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هجيب موبايل الشهر ده، فان شاء الله يعني هيكون في فيديوهات كتيره، لان انا اللي محكبني في حوار الفيديوهات اكتر برضو هي حوار المساحه بتاعت الايفون عندي. المهم بقى جبت البتاعه بتاعت ايكيا الصفايه دي، وحطيت فيها كل المعالق السيليكون بتاعتي بالسكاكين بكل حاجه، وشلت بقى المانجا مي كده، وقلت هستخدمه كده احنا في الشتاء، وهبقى حابه بقى ان انا اشرب فيه سحلب ولا اي حاجه، حمص اشرب فيه مثلا هوت شوكليت، هيبقى لي استخدامات كتير ان شاء الله. والتوابل دي اصلا زياده عندي، فبرضه هشيلها واعينها كده من هنا، لان كده هي اصلا خلاص زياده، وانا حاطه التوابل على قد استخدام ايدي، وباقي التوابل بتاعتي بقيت احطها في التلاجة، لان انا بقيت اسافر واجي ومش بحب الحاجة بتاعتي تبوظ يعني، عشان طبعا حاجة غليت. فربنا يعين كل واحد بجد في الظروف اللي احنا فيها دي. انا عارفة ان الحاجات غليت علينا كلنا، مش عارفكم انتوا، بس والله الحاجة اللي كنا بنجيبها ب20 بقينا هنجيبها ب40، والله الحاجة فعلا بتغلى الضعف. فبجد والله العظيم ربنا يقوينا، والله انا فعلا يعني كل ما اجيب حاجة واحس ان هي غليت او كده، بدعي لكل واحد يعني، بدعي لينا كلنا ان احنا ربنا يقوينا ويقوي الناس بجد اللي بتبقى محتاجة او معهاش ان هي تجيب. ده لدرجة يا جماعة الادوية ولبن الاطفال والبامبرز، انا ببقى اقول ايه ده، هو ايه اللي يعني اللي احنا فيه ده يعني، لو الناس اصلا مش قادرة ان هي تشتري الحاجة دي هتعمل ايه؟ ربنا يقوينا يا رب. المهم جيت هنا بقى، رحت جايبه الصينيه الكوغ دي، وهعمل عليها بقى شويه ديكورات كده، وبعد ما اخلص الديكورات هرد على سؤال كده كان متسائل لي في كومنتات. المهم جبت الصينيه الكوغ، فاكرين قبل كده كنت عامله معاكم ديكور، تمام. هو كان حلو بس كنت حاسه زحمه، كنت حاسه في دوشه، كانت عيني كده مش مرتاحه على فكره. حتى انا قلت لكم انا حاسه انا مبسوطه ومرتاحه اكتر، لا بس انا حاسه اللي هو ما ببص ان هو مش مرتاحه، خصوصا لما عملت الديكور عند ماما، فكان اهدى من الديكور بتاعي، فقلت لو هنا ليه ما اعملش حاجه هاديه. فجيت كده جبت الحاجات اللي دي وصورتها معاكم في فيديو في القناه القديمه، وقلت ان انا لازم اعمل ديكورات ان شاء الله تكون بسيطه وتكون مختلفه كده عشان احس بتغيير. وفعلا ما كتبتش خبر، اول ما رحت بيتي قعدت ان انا اعمل الحاجات دي. جبت بقى اللي انا جايباهم دول اللي هو بتوع القهوه، عشان خاطر هما خشبي من فوق كده، وانا كنت عايزه اعمل ديكور خشبي عشان كمان اجواء الشتا بتحب دايما الالوان الهاديه الخشبي البنيات اللي هو اللي عارفين دي في لون كده الطوبي. فانا كنت قصدي بقى ان اعمل كده، والكرهات ده كان تحفه يا جماعه بجد، الله بجد بجد كان عاجبني جدا. فزي ما انتم شايفين بقى قعدت افضي الشاي والسكر والقهوه في قلب السكريات دي، هي صغيره اه بس انا عندي معالق صغيره تخش في قلبها. المهم بقى ما فضي السكر والشاي. بصوا يا جماعه، فين حد سالني
يا بسمة اتكلمي عن حساسية الألبان بتاعت ليان. يا جماعة أنا والله العظيم نضيت قبل كده في فيديو، بس تقريبا انت شفتش الفيديو. حساسية ألبان، أنا عرفت ازاي ان ليان عندها حساسية ألبان. كان عندها طفح جلدي، وكانت كمان بتاخد نفسها بصعوبة، وما كانت بتقعد تنهج بطريقة غريبة. فالمفروض في أول ولادتها ان دي حاجات بتكون طبيعية، وأي دكتور هتروحيه هيقولك دي حاجات طبيعية، بس الموضوع لو استمر معاها بعد شهر من ولادتها فهم بيشخصوها حساسية قلبين. لو اديتيها بيقوم كاتبلك على لبن FEH ده اللي هو بتاع حساسية القلبين. لو لقاها بيقولك اديهولها لمدة شهر وتعاليلي. فلو انت مثلا بتروحي له بعد شهر للدكتور، فبتقولي يا دكتور انا لما اديت لي بنتي او ابني الدواء اتحسن، ما بقاش يحصل الاعراض دي، فساعتها هم بناء على كده بيحددوا ان دي حساسيه قلبين. لكن ما فيش اختبار بيقول ان في حاجه اسمها حساسيه قلبين، وما فيش اي حاجه ولا تحاليل ولا اي حاجه، عشان محدش يضحك عليكي ويقولك تاني اعمل اختبار حساسيه قلبين. طب ايه الاختبار اللي انا كان لازم الدكتور يعمله ليان واتاخر فيه وعشان كده انا اتضايقت؟ الاختبار اللي هو كان يعمله مش تحاليل ولا سحب عينات دم ولا اي حاجه من الكلام ده. الاختبار اللي المفروض الدكتور كان يعمله ليان يا جماعه، اني كان مثلا كل 3 شهور مثلا، وهي عندها 3 شهور، وهي عندها 6 شهور، وهي عندها 9 شهور، يقوم مدخل لها قلبين مثلا، اديها بيبي لاك مثلا العادي. فاول ما ادوه لقيت الاعراض دي رجعت لها تاني، يبقى كده ليان لسه الحساسيه مستمره معاها. لا والله ليان بقت كويسه والاعراض ما رجعت لهاش تاني، فكده ليان خلاص خفت من الحساسيه. فهمتوا قصدي؟ بس كده. المهم بقى حطيت الزرعه اللي هي في السبت دي، وحطيت بقى ال3 سكريات دول، وحطيت تحتيها كده حطيت تحتيها كوستر كده خشب صغنون 2 جنب بعض عشان يسندوا الشاي والسكر والقهوة كده يكونوا مستوى واحد. وحطيت بقى المج الجديد اللي انا جايباه ده، والمبخرة والكاتر على الكوستر الكوخ ده، وبصراحة تحفة 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 تحفة. رحنا يا جماعة في حتة تانية. حطيت الزرعة دي وما حبيتهاش، قلت لكم لا 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 لا. بصوا الزرعة دي اهدى وجميلة ازاي، اللهم بارك. بجد اتبسطت جدا اليوم ده. هنا بقى حطيت القلب ده عشان ادرس لكم، مش عايزه تلاقيكم باين مع الليد بقى اللي احنا ركبناه. والناس اللي هتقولي نوع الليد اللي انت ركبتيه ايه، ارجع الفيديو اللي فات انا كلمتكم على الليد وجبته ازاي وسعره كام وركبته معاكم، ووريكم شكله كمان، وممكن تاخدي سكرين وتوريه للكهربائي وهيعمل لك اهو بالظبط. دي بقى هحطها على اول دخلة باب المطبخ كده على الرخامه دي، هي بقت فاضيه، فانا قلت هحط بقى الكوستر الكوخ ده بتوع ايكيا بسرعه كده، تكون حاجه بسيطه وهاديه. الفوم يا جماعه، الفوم يا جماعه، فاكرين الفوم اللي انا كلمتكم عنه؟ حبيت بقى ان انا اركبه معاكم، لان دي اتبهدلت وما انا كنتش حابه بقى ان انا اسيبها او هي مبهدله كده. فجبت بقى واحده جديده، سعرها طبعا غالي جدا، كنت جايبها بحاجه 30، بقيت جايبها 55 جنيه. فجبت دي بقى، باقي المطبخ والله كله نظيف. حتى انا يعني لو قربت لكم الكاميرا بعد ما الليد عمل في الفيديو اللي فات هوريكم هو نظيف قد ايه، ان انا مش محتاجه اغير بتاع كل المطبخ، هو بس عند البوتاجاز عشان الدهون. وعلى فكره الناس اللي هتقولك بيتغسل من الدهون وكده وبتطلع، ما فيش الكلام ده. لازم بقى لما كل ما تشدي تلزقي حته كده، كل ما تشدي الورقه اللي تحت دي تقومي ضاغطه عليه بايدك عشان خاطر ما يدخلش هوا ويكون كله حته واحده كده، لان في كتير مني في المطبخ اول مره ركبته انا وجوزي دخل له هوا كتير جدا، فكان شكله مش ظريف. فهنا بقى عملت كده، بقيت اضغط بايدي. البوتاجاز بقى يا جماعه كان نظيف، هو بس كان عليه شويه تراب كده مطرح ما كنت سايباه، لان قبل ما امشي كنت غسلاه. جبت حته كده فيها حبه ميه وابتديت امسح بالحته كده البوتاجاز كويس جدا، وبقى زي الفل. وكانش اصلا الحوامل ما كنتش عامله اي حاجه بزيت، فهو كان نظيف الحمد لله. يعني بحب احط الصينيه دي وبحب احط زرعه دايما عليها كده، بتدي شكل حلو. الارض بقى يا جماعه، ما ادراكم ما الارض، بجد كانت لما بلاوي. جبت بقى المقشه وقعدت بقى ان انا اكنس واشوف لو في حاجه من تحت المطبخ كده اجيبها واكنسها، وكان واقع مني كيس بقى لسان عصفور، فربنا يسامحني بقى عليه، ما كانش ينفع تلم لانه هو واقع في ميه. فجيت بقى كده قعدت الم الزباله كده اللي في المطبخ وهلمها في جاروف عشان خاطر لما اجي ادعك الارض ما يكونش فيه حاجات كتير يعني مبهدلها. عايزاكي بقى لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، عايزاكي بقى تحطيلي اللايك على الفيديو ده، عايزين كومنتات حلوه كتير زيك. وعايز اعرف بقى جايلي من القناه القديمه ولا اول مره تشوفي القناه بتاعتي، وشفتها صدفه ولا ايه؟ شفتيها ازاي وعرفتي قناتي ازاي وكده؟ حابه اعرف يا جماعه فيديوهاتي بتوصل لكم ولا ايه؟ وبرده حابه اعرف انتي بتتابعيني من انهي منطقه. الموضوع ده يا جماعه بيفرق معايا قوي بجد، ولازم بفرح جدا لما بلاقي مناطق مختلفه، كل منطقه ومنطقه غير التانيه ومختلفه، وبتتابعوني بكون مبسوطه وبتفرحوني.
لميت بقى كده المية واللي في الأرض برضو كده بالمقشة، حاولت على قد ما أقدر، وكده الأرض هي عندي زي الفل. وحطيت بقى صابون كده في الأرض وهحط مية، وهمسك بقى المطبخ هدعكه كده دعكة، هخلي السيراميك بيبرق. وشقتي أصلا لما حد بيخشها كده بيبقى ريحتها تفاح كده، وكانت ريحتها جميلة بصراحة. وبعد كده بقى هلم المية دي كلها بالجردل الشرشوبة. ايه دعاكي بقى يا، بس ما كنت ست بيت شاطرة يا جماعة والله اليوم ده، بس المطبخ بصراحة روقت ترويقة حلوة قوي. فربنا يا رب يجعل بيتي دايما عامر وكله خير كده، ويبعد عننا اي شر واي حاجة وحشة يا رب. دايما يا جماعة شغلوا بيكم سورة البقرة، وبجد تحميكم من اي حاجة وحشة هتحصل لكم اي حاجة. ودايما اعرفوا ان سورة البقرة في البيت دي حاجة كبيرة قوي وكنز بجد، ومش هتعرفي قيمتها غير لما تجربيها. وانا بقولك جربيها، وعن تجربة ان سورة البقرة دي بجد حلوة جدا في البيت، ولو قريتيها بنفسك بجد والله العظيم هتدعيلي. لان انا جربت سورة البقرة ان انا اقراها 40 يوم متواصلين بصراحة، اقسم بالله انا ربنا كان بيكرمني، وكنت مبسوطة وكنت فرحانة جدا. اي نعم ما بقتش اقرا زي الاول سورة البقرة، بس ممكن لو سمعتها ان انا اقعد مثلا حد لو مثلا الشيخ مثلا بيقراها في التلفزيون، بفضل اقول ورا واتردد. الاول كنت بمسك المصحف واقراها، بس ان شاء الله هرجع قريب ان انا اقراها. اقروا سورة البقرة دي بنية اي حاجة انتوا نفسكم فيها، وصدقيني هتتحقق. مسكت بقى المطبخ مسحته بقى بعد ما دحكته كده بالمقشة، وجبت بقى الشرشوبة كده بمية فيها ديتول، وقعدت بقى ان انا لمع المطبخ. الديتول بقى مع ريحة التفاح ده كان بصراحة ميكس رهيب كده تحفة، خلى ريحة الشقة في حتة تانية. اقول لكم ان اليوم ده والله يا جماعة هلكت، انا كنت مبلولة مية بجد بطريقة غريبة. جيب بقى هنا كده، رحت جايبة الستاند بتاعي كده وظبطاه، وقلت بقى امسح التلاجة من اي علامات ايد من بره كده. انا كنت غسلها الفيديو اللي فات، بس كان مكان ايدي كده في يعني في حاجات كده بصمات ايد، فانا ما كنتش حابة الشكل كده خالص. فمسكتها بقى مسحتها، وجبت منديل ناشف ومسحته مسحتها من المية عشان خاطر ما تسيبش بصمات ايد ويكون شكلها واحد. ما تنسوش تحطولي لايك وتشتري وكومنت حلو. زيكم، باي باي.